الله أكبر. طب انتبهوا إخواني وأخواتي، نور الله صدري وصدوركم وصدركن بمعرفته وبأنواره وبحسن الفهم عنه في كتابه وعن رسوله في سنته. الله تبارك وتعالى جعل هذه الدنيا أيضا مجلا من مجالي رحمته، ولذلك يكفر به فيها ويتنكب سبيله ويقتل أولياؤه من النبيين والآمرين بالقسط من الناس من المصلحين، وهو على ذلكم ومع ذلكم يبقيهم فيها، يحييهم ويرزقهم ويمدهم ولا يعاجلهم بالعقوبة إلا أن يشاء، على أنه لو عجل لهم العقوبة وآخذهم بما كسبوا ما أبقى على ظهرها من دابة، كما نطقت به أي بهذا المعنى أكثر من آية، غير آية، أليس صحيحا؟ جميل، يعني إيش الرحمة العظيمة جدا جدا، يكفر به ويقتل أولياؤه ومع ذلك يبقيهم ويرزقهم، عجيب. كل هذا مجلا لرحمة واحدة من رحمات الله، وادخر لخلقه يوم القيامة 99 رحمة، فأين ستبلغ تلكم الرحمات؟ ما مدى فعل تلكم الرحمات يوم القيامة؟ هذه رحمة في الدنيا، وخاصة أن الكفار المشركين إذا دخلوا جهنم ندموا وانكسروا وأهينوا وذلوا وأقروا واعترفوا، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. واحد يقول لي أجبت عن نفسك، لا ما أجبت، هذا هو محل النزاع، هذا محل النزاع. الآن قال بعض العلماء كلام ابن القيم ساقط عن رتبة الاعتبار، لا نعتبر به وليس دقيقا. لماذا يا مولانا؟ قال لأن الله أخبر عن الكافرين أنهم لو عادوا إلى الدنيا، وأنت تقول تبعا لشيخك ابن القيم أنهم يدخلون جهنم ويتطهرون ويعودون إلى صفاء الفطرة، كل هذا كلام إنشاء خطابي شاعري وليس قرآنيا، هذا ضد القرآن. لماذا؟ لأن الله قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قلنا لا، الآية لا تساعدك، الآية لا تساعدك. لماذا؟ شفتوا كيف معترك أنظار، هذه المشكلة. لأن الله تبارك وتعالى، واقرأ الآية بطولها واقرأها في سياقها، اقرأ ما قبلها، قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، الكلام هذا، هذا القيل قالوه وهم في جهنم أو حين يوقفون عليها قبل أن يلقوا فيها، قبل أن يدعوا فيها دعا، قبل أن يدعوا فيها دعا، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الحمد لله على الوفاق، ونحن بهذا قائلون، نحن نقول لو رد الكفار والمشركون قبل أن يصلوا بعذاب جهنم بنار جهنم إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر، ولكن لو ردوا بعد أن يصلوها الأمر مختلف، هذا مقام وهذا مقام، هذا مقام وهذا مقام، فليس هذا بالجواب، ليس هذا بالجواب أيها الإخوة. وبعدين يا إخواني، بعدين الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وحاشا أن يكون تعذيبه لعباده هؤلاء المعذبين في نار جهنم بكفرهم وكنودهم وشركهم لأجل أن يتشفى منهم ما يفعل الله بعذابكم. لا يحدث لي. لماذا؟ لأنه صح في الحديث المشهور أن العباد كلهم أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد فيهم وهو فرعون لما نقص ذلك الملك الله شيئا، والعكس بالعكس أيضا، لو كانوا على قلب مثل محمد أو على مثل قلب محمد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا أبدا. الله غني عن العالمين، غني عن العالمين. نحن نعم المظلوم منا إذا أوقع أو سطر بالعقوبة بمن ظلمه يفعل هذا ليشفي غيظه، يقول شفيت نفسي. هذا أنت البشر القاصر الضعيف الذي بلغ بك ظلمه مبلغا عظيما جعلك لا تستطيع أن تذوق غمضا ولا تنعم بحياة ولا تلتذ بلذة، أما رب العالمين فهذا لا ينقص من ملكه شيئا. تعبد تكفر تؤمن عند الله كله سواء، لكن عليك ليس سواء. فالله حاشاه لا إله إلا هو في عليائه ومجده وعزه وغناه أنه يسطو بعباده وينتقم منهم لأجل أن يشفي غيظا، الله ليس عنده غيظ، ليس عنده شفاء. إذن لماذا يفعل هذا؟ لحكمة، لابد لحكمة.
ويبدو أن هذه الحكمة كما قلت لكم أن يطهرهم من خبث ودنس ونجاسة الشرك والكفر والعياذ بالله والمعصية الكبرى. لأن الجنة هذا موضوع آخر، هل يدخلونها بعد ذلك كما ألمع ابن القيم؟ هذا موضوع آخر على كل حال، الله أعلم. الجنة لا يدخلها إلا طيب، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هؤلاء ليسوا طيبين فلا يدخلون الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرم عليه، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا إيه إلى آخره. طيب فالحكمة، طيب فإذا دخلوا النار وصلوها والعياذ بالله من مثل إيه مصيرهم ومقامهم وتطهروا من هذا كما قلت لكم، هل يبقى بعد ذلك من موجب وداع لأن يطول أو يستمر أو يمتد مقامهم في جهنم؟ لا، خلاص ما يبقى إيه بعد هذا من موجب. ولذلك يبدو إيه أن هذه النار كما أشارت تلكم الآثار وبعض هذه الدلائل الخفية في كتاب الله أنها تنتهي في يوم من الأيام وتفنى ويخرج منها هؤلاء.